نجدد لكم العزاء أيها الأعزة. وصلنا وإياكم إلى المشترك الرابع، وهذه المرة من البصرة الفيحاء، منها المشترك عباس نصيف جاسم. الاسم عباس نصيف جاسم، المحافظة البصرة، العمر 13. صعدت من المنبر يعني بتشجيع أهلي، وهذه يعني دخلوني دورات. شاهدت المسابقة الموسم الماضي وحبيت المسابقة يعني، وأهلي هم شجعوني على هذا الشيء، وأنا يعني قلت لهم قدموا لي يعني على هذه المسابقة. عباس نصيف جاسم. سهلة. قد عمرك عباس؟ عمري 13. هذا الشيخ بصراوي مو؟ بصري. خلي يسمع الوندي. بصراوي انا مكحلة. تفضل عباس نصيف. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ترك باي يا ترك باي فقدك علمي عين علة ترك باي يا ترك باي وحوافر عينهم حوافر عينهم صارت تركبها صارت تركبها زمان الدار بيا يا غم ذاك الزمان الدار يا عفي عبوس عفي عفي نمي وقفة وقفة يا خدم كل الحضرتيج يا العقيلة بخدمتيج خدم كل الحضرتيج احنا لي اخوانيج خدم احنا لي اخوانيج خدم وقفة وقبال الخيم كل علم شايل علم وقفة وقبال الخيم كل عالم اسمع منه كل عالم يا العقيله بخدمتك خدم كل الحياة
حضرتك يا العقيلة خدمتك فخدم كل حضرتك احنا لإخوانك خدم احنا لإخوانك خدم لم حبيبي إخوانا قلهم سالفة لم حبيبي إخوانا قلهم سالفة زينب اختي حسين منكم خايفة الله لم حبيبي إخوانا قلهم سالفة زينب اختي حسين منكم خايفة لخادم الحسين الشاعر موسى البطل يا غاتي حسن استعرض ويا مختش يا خيل طايفة ارتاحي لطولك المحد شايفة استعرض ويا مختش يا خيل طايفة ارتاحي لطولك المحد شايفة ارتاحي لطولك المحد شايفة ما يمر بيكم ذبح غزر ويهان الملح ما يمر بيكم ذبح غزر ويهان الملح حسينك احنا اخوانا امن مين صحبانا حسينك احنا اخوانا امن مين صحبانا احنا لي وانج خدم صلوا على محمد وآل محمد عفيف أحسنتم يا حبيبي نعم نبدأ مع الدكتور مخلص تفضلوا عباس شخصية طيبة محببة عنده أداء عالي بالنسبة للتصرف على المسرح على قيادة نفسه التعاطي مع الجمهور هذا شيء ممتاز ولكن صوته مع جمالية صوته بحاجة لتدرب أكثر لحتى إن شاء الله يكون من الرواديد في المستقبل يا رب إن شاء الله تعالى نعم أستاذ يحيى الصحاف حياكم الله سيدنا العزيز وشكرا لعباس لهذا الحضور الجميل ما شاء الله عليك يا عزيزي يا حبيبي عباس حقيقة يمتلك صوت جميل وصوت مملوح ما شاء الله وعنده إمكانية حلوة كل المؤهلات الصوتية موجودة عند عباس الأبوذية كانت أدائها يحتاج إلى ترتيب كثير يعني ممكن أن أستاذ يوجه كيف تؤدي الأبوذية بشكل صحيح لأن كانت الجمل غير مترابطة ما تفاعلت وياها بشكل جيد في القصيدة اختلف لا بالقصيدة ما شاء الله أدى المستهل بشكل جيد وصار عنده حماس وعنده تفاعل وعنده إيماءات وإيحاءات وأشرك الجمهور معه وإشارات إيديه ونظراته هاي كلها تحسب إلى حقيقة وطبقته شوية علىها أيضا هم سيطر أكثر على صوته ولكن اختلاف الإيقاع يجب أن تبقى محافظ على الإيقاع الإيقاع اللطم لازم تحافظ عليه لأن كل ساعة يصير إيقاع شكل وهذا خطأ ربي يوفقك وما شاء الله عليه وإن شاء الله نتوقع على مستقبل إن شاء الله زاهر وباهر إن شاء الله أحسنتم شكرا لكم نعم دكتور عماد تفضلوا أحسن طيب الله أنفاسك مولى عباس بس ما أعرف يعني اختياره غير جيد للقصيدة يعني ما أعرف الطبقات اللي قام يتحول بيها تغير فجأة يعني ما تحس بي انجذبنا إليه يعني إن شاء الله تأخذ هاي الملاحظات ونتمنى أن نشوفك بالمرحلة القادمة إن شاء الله بس إحنا بعد ما يخلص سي سعيد تعليقه لنسمع من عنده شيء إن شاء الله تعالى شاء نعم أستاذ ثامر تفضلوا أنا شوية أختلف ويا الملاحظات المذكورة عباس سيطر على قضية التنويع المقامي والتنويع الإيقاعي يعني ما كنت أتوقع أنه فتى يعني بالعمر الـ 13 يسيطر على هو أكو خلل شوية ولكن لا يحسب على عمره تنويع مقامي ممتاز يعني التركيب اللي أداه تركيب لطيف جدا هذا التنويع المقامي أما التنويع الإيقاعي فلاحظنا أنه وجود إيقاعين وذهاب ورجوع إلى الإيقاع الأول وهذه مسألة يعني صعبة ولكنه هو ما شاء الله
كان متمكنا، نتمنى لك التوفيق. احسنتم، شكرا لكم. نعم سيدنا سيد سعيد تفضلوا. والله قصيده وعبوديه جميله ومقبوله، وانطيناها الدرجه اللي تستحق. ممتاز. اليوم سمعنا اخوي، ايش راح تسمعنا؟ بس شيء تبكينا اكون اريد، ما اريد ان شاء الله شيء بيبكي. بسم الله الرحمن الرحيم، نتقدم بالعزاء والمواساة الى مقام مولانا صاحب الامر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، والى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وامير المؤمنين بذكرى شهادة ابي طالب عليه السلام. انا قبل ان ابدا بالقصيده، برخصه سماحه الشيخ صاحب الطائي، انا قرات روايه، الروايه تقول ان فاطمه بنت اسد قالت لابي طالب عندما ولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، قالت لابي طالب: يا ابا طالب، لقد ولد لعبد الله ولد كانه فلقه القمر. فقال لها: امهليني سبتا تتلدين مثله. وسبتا باللغة معذرة من الأستاذ الكبير هي 30 سنة، ولما تحسبها مع ولادة مولانا أمير المؤمنين، وهذا دليل كبير على أن أبي طالب عليه السلام من الأولياء من الصالحين. والله هو لا أعلم، ولكن تفضل سماحة الشيخ عن ما يقول فلان وفلان ولا يضر شيء. أنا أقدم ندبة إلى مولاي صاحب الزمان عجل الله فرج الشريف، الذي بظهوره سيبين للعالم مظلومية أبي طالب عليه السلام. سلام الله عليهما. مجمور القلب مجمور، والمجمور قلبه يألم عتابه. مجمور القلب مجمور، والمجمور قلبه يألم عتابه. وما ينفع دوى المصيوب لو ريحة شماتة تهيج صوابه. ما ينفع دوى المصيوب لو ريحة شماتة تهيج صوابه. قضينا العمر صيام وهلال الفطر مشتوف بغيابه. قضينا العمر صيام وهلال الفطر مكتوف بغيابه. طبع الهاشمي يقولون: من يغتاب غير الله شيفضها، اطلاب تطلابه ما يهجع ضميره، ولا يعن الليل لما ياخذ من الزامط حسابه. يا ابن الحسن شاقلش وقت تغتاب والثار المحتم انت طلابه. يا ابن الحسن شاقلي شوكت تختار والثار المحتم انت طلابه. مهرك للحرب مسروج يا يوم اللي تحط جدمك على رشابه، وسيفك ما كفاه النوم يبقى لي يا وقت متغطي بقرابه. صبح ثارك المتنقب دقوم وارفع نقابه، وصيح اليوم يوم البيئه خل العسل مر حنظل يصير بريد شرابه. واقصد اقصد للبقيع وصيح ظل عم الزكية الزهرة من صابه. اقصد للبقيع وصيح ظل عم الزكية الزهرة من صابه. وين كانوا ويقولون احنا لجدك اصحابه؟ قلهم منهجم على الدار ويا شف الدفع بابه. ما تدرون ولكم ما تدرون هذا الدار دار الله ورسوله ومهبط كتابه. بعد واقصد مسجد الكوفة ونشتب يا ذنب حيدر نزف دم على محرابه. قلهم شاجز الإحسان شيبة يصير من دم هامة أخضابه. قلهم شاجز الإحسان شيبة يصير من دم هامة أخضابه. بعد واقصد كربلة وانشد علم صعب الذبيح الماجر مصابه. وقلهم قلهم يا ذبحت حسين يا مذبوح قبل انسلبت ثيابه. وقلهم يا ذبحت حسين يا مذبوح قبل انسلبت ثيابه. بعد واقصد للشريعه وصيح يا عباس قبرك دنفض ترابه. وقوموا ياي قوموا ياي
ننشد على مشت للشام مكشوفه بحبل والدمع ستشابه دقوم وياي ننشد على مشت للشام مكشوفه بحبل والدمع ستشابه من هو القاد ناقتها والارض المدينه الضعن من جابه والارض المدينه الضعن من جابه تقبل الله منا احسنتم سيد طاب فوق سيدنا العزيز شكرا للجنه التحكيميه شكرا لك يا حبيبي ماجور 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 يا حبيبي ماجور بارك الله فيك شكرا لك موفق ان شاء الله بارك الله فيكم ماجور ان شاء الله عمو ان شاء الله من جيت لي جاي شعور كل جيد يعني من جيت ومن كنت أتابع على التلفزيون أحس نفسي شلون اللي تشوق له أجيلي جاي من جيت تحقق حلمي من خلال مشاركتي يعني أتمنى تقبل خدمتي الزهراء والحسين